في الملف الإيراني يرتفع سقف تصريحات قادة طهران كلما ضاق حبل العقوبات الأمريكية حول عنق النظام. تهديدات إيرانية تتزامن مع اتساع القوة البحرية بقيادة واشنطن وانضمام أستراليا إليها، فضلا عن الإبحار بدون وجهة الذي تنفذه ناقلة النفط الإيرانية. فهل اشتد الضغط على إيران وهل تنجح سياسة التهديد؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من واشنطن. قبل الضيف معنا مراسلتنا هبة نصر. مساء الخير هبة. تصريحات جديدة تصدر عن القادة الإيرانيين تصب في نفس الخانة تقريبا، هل هناك أي ردود فعل من واشنطن وتطورات المشهد بشكل عام فيما يتعلق بالناقلة الإيرانية؟ مهند، التصريحات تحديدا التي صدرت من طهران اليوم، أنا طلبت تعليق من الخارجية الأمريكية، حتى الآن لم يصل أي تعليق. رأينا فقط تعليق بسيط على إسقاط طائرة أمريكية، تعليقين تقريبا من القيادة الوسطى ومن متحدث باسم مجلس الأمن القومي، وهي أنهم يحققون في هذا الملف. الآن كما ذكرت أنت، هذه التصريحات القادمة من إيران تشي بإمكانية نجاح حملة الضغط التي تقودها الولايات المتحدة، لكن لا بد أيضا من الإشارة إلى أن هناك تصريحات متزامنة صدرت منذ قليل عن الرئيس الفرنسي عن أنه سيلتقي مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع، وكان هناك اتصال بين الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي بالأمس، كان هناك بيان مقتضم من البيت الأبيض لم يدخل في التفاصيل. السؤال الآن بعد هذه حملة الضغط الكبرى التي تقودها الولايات المتحدة، والآن حشد مجموعة من الدول التي مثلا كما ذكرنا انضمام أستراليا وانضمام البحرين وبولندا وكل هذه الدول، وكشف بالأمس وزير الخارجية الأمريكي عن اجتماع وزاري بداية السنة المقبلة أيضا لهذا الشأن لمواجهة إيران وأيضا لحماية الملاحة البحرية. الأسئلة هذه إذا مثلا ترافقت مع مفاوضات، هل سيتم مثلا سيكون ذلك في صالح الإيرانيين؟ وهل إدارة ترامب إلى أي مدى ممكن أن تقدم تنازلات مع بداية المفاوضات؟ حتى الآن المسؤولين الأمريكيين يبدو متمسكين بموضوع أن هذه سياسة الضغط هي لجلب الإيرانيين على الطاولة ولتغيير سياسة النظام الإيراني. لكن السؤال بعد سنتين أيضا بات ملحا، إلى أين يريد الذهاب الأمريكيون في حال قدموا إلى مفاوضات، في حال استطاعوا جلب الإيرانيين إلى المفاوضات؟ حتى أيضا لا نذهب بعيدا في هذا الملف، هناك مهند نوع من الاستبعاد بأن يأتي الإيرانيون إلى الطاولة. لماذا؟ لأن إذا رأينا كما تعلم مهند بدأت حملات الانتخابية الرئاسية، وفي النقاشات التي تحصل تحديدا من قبل المرشحين الديمقراطيين تقريبا بالإجماع هناك نية للعودة إلى الاتفاق النووي، وبالتالي الإيرانيون لا أعتقد أنهم سيبدون استعداد للجلوس إلى المفاوضات. سيحاولون امتصاص هذه العقوبات وسيحاولون تحمل هذه السنة بانتظار نهاية أو ما يتمنونه، يعني ألا يكون الرئيس الأمريكي في فترة ولاية ثانية. لكن هذا بشكل عام. الآن التصريحات هنا من الولايات المتحدة تتكرر بأننا نريد تأمين حماية الملاحة، نريد من شركائنا الانضمام، سنواصل حملة الضغط، أيضا عقوبات على الوكلاء في كل مكان. لكن هذا أيضا لابد أن نذكر أنه يترافق مع همس عن إمكانية حدوث مفاوضات. شكرا لك هبة نصر، مراسلة سكاي نيوز عربية مباشرة من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه إذا تم تصفير الصادرات الإيرانية من النفط فإن الممرات المائية الدولية لن تكون آمنة كما كانت في السابق. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن من الممكن الاتفاق على إجراءات لبناء الثقة في الخليج لضمان حرية الملاحة، مضيفا أن الوجود العسكري الأجنبي لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن في المنطقة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الباحث في معهد ديفيس للأمن القومي والسياسة الخارجية بيتر بروكس. سيد بروكس مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. تصريحات متوالية من القادة الإيرانيين، أشرنا إلى تصريح
الرئيس روحاني الأخير الذي يقول فيه إذا تم تصفير هذه الصادرات الإيرانية من النفط فلن تكون هذه الممرات آمنة كما كانت عليه من قبل. تهديد واضح بأنه أولا اعتراف ضمني كما يرى البعض بأنه الصادرات الإيرانية في طريقها إلى الصفر، وتهديد يترافق مع ذلك. كيف برأيك يمكن أن يترجم هذا الموقف عمليا من قبل إيران؟ من المؤكد أن هذا مقلق جدا إذا كان تهديدا. العديد من المحللين يرون إلى ما يحدث ويعقبونها بالتعليقات التي تأتي من هؤلاء المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، أحيانا هم يتناقضون فيما بينهم. ولذلك إذا اعتبرنا هذا تهديدا وهو يبدو كذلك، هذا يعني أن الخليج سيصبح أقل أمانا، وإذا كانت سياسة الضغط الأقصى ستتواصل لجعل الصادرات النفطية تصل إلى الصفر أو تقل بشكل كبير، فهذا اعتراف جيد وتصريح مهم، ويعني أن إيران لديها النية في بجعل الخليج أقل أمانا. تذكروا ما فعلته باستهداف 6 ناقلات، إسقاط الطائرة المسيرة، التحرش بالناقلات النفطية، وكذلك التشويش على GPS وتعطيله، وتحرش بالناقلات البريطانية. لذلك إيران فعليا قد جعلت الخليج أقل أمانا، ويمكن أن تتمادى في ذلك أكثر، وهذا شيء يجب أن نقلق بشأنه. إيران لديها إجراءات مزعزعة للاستقرار، كانت كذلك وما تزال، وبناء على التصريح الذي نسمعه فهذا يصبح أكثر إثارة للقلق، ليس فقط للحلفاء في المنطقة وإنما في الشرق الأوسط وبعده. نعم، سياسة الضغط القصوى سيد بروكس التي تتبعها إدارة الرئيس ترامب، إلى أي مدى ستواصل العمل بها دون ربما اللجوء إلى أدوات أخرى للتعامل مع كل هذه التهديدات الإيرانية؟ أشرت إلى عدد من الإجراءات اتخذتها إيران، إسقاط الطائرة الأمريكية، اليوم أيضا إسقاط طائرة فوق اليمن، احتجاز ناقلة نفط بريطانية، التحرش بالناقلات، تشويش على أنظمة الجي بي اس، وكل هذه الأمور. البعض يرى أن إيران تكسب هذه الجولة بالنقاط على الأقل، إلى أي مدى رد الفعل الأمريكي سيستمر على ما هو عليه الآن؟ أعتقد أن إيران لا تكسب نقاطا مما تفعلها، هي تواصل عزل نفسها بهذه التصرفات، التوقع للحرب. لا تقوم إيران بجلب أي أصدقاء عندما تستهدف الناقلة البريطانية أو اليابانية. هناك بعض الدول التي تعبر عن قلقها للصادرات النفطية إلى الصين، لكن هذه التحرشات والاستفزازات من قبل إيران هي تعزلها أكثر فأكثر وتجعلها دولة متطفلة، ويصعب للدول والحال هذه أن تدعم إيران أو تقف إلى جانبها. ولذلك قد نرى أن هذه الأعمال من التلغيم ومصادرة الناقلات، مع العلم أنهم ما يزالون يصادرون ويحتجزون الناقلة البريطانية. نعلم أنه في اجتماع الدول السبع قال الرئيس الفرنسي إنه سيجري نقاشات مع المسؤولين الإيرانيين. السؤال الآن هو أن هذا التهديد كيف نحيده، لأننا نريد أن نجعل إيران لا تسيء التصرف أكثر كما تهدد. والآن الدول القوية والقوى الكبرى ستجتمع في فرنسا، ولكن لا أعتقد أن إيران تكسب النقاط من هذه الأفعال، إنما هي تخسر وتهدر النقاط أمام مرأى العالم بهذه التصرفات ضد عدد من الدول. أيضا نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي قال اليوم تأمين الخليج الفارسي هو مسؤولية إيران ودول المنطقة ولا جهة أخرى بإمكانها القيام بذلك. اليوم انضمت أستراليا إلى التحالف أو إلى الفريق الذي دعت الولايات المتحدة إلى تشكيله. إلى أي مدى برأيك هذا التحالف أو هذا الفريق وهذه المجموعة ستكون فاعلة في تأمين الحماية لهذه الممرات؟
عندما يقول الأميرال الإيراني هذا هو يبنيه على ما قيل في السابق. الحرس الثوري الإيراني يهدد حرية الملاحة وذلك عبر تعطيل الجي بي إس والتشويش عليه واحتجاز الناقلات والتحرش بالسفن. إيران لا تجعل الخليج العربي آمنا وإنما تجعله غير آمن. إيران تريد جعل بعض الدول الأخرى تنضم إليها لحماية أمن الخليج، لكن هذا حق أريد به باطل. هناك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لديها أصول عسكرية، ومستقبلا سيكون هناك أستراليا ودول أخرى لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما تعلمون هناك أكثر من 20% من الصادرات النفطية تمر عبر هذا المضيق، وهذا يؤثر على كل اقتصادات الدول، وبطبيعة الحال هذا سيؤثر على المجتمع الدولي برمته مسألة تأمين هذا المضيق. ولذلك هذا نفاق من إيران، قولها بأنها ستكون مسؤولة على تأمين الخليج وأنها تبحث عن شركاء محليين وإقليميين لهذه الحماية. هذا مجرد نفاق، أعتقد أنها تجعل الخليج أقل أمانا. البعض يرى سيد بروكس بأن إيران تسعى قدر المستطاع في هذه المرحلة إلى امتصاص هذه العقوبات والتعامل معها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، على أمل من وجهة نظر إيران طبعا أن يخسر الرئيس ترامب الجولة الثانية أو الفترة الثانية من الرئاسة، على أساس أنه الديمقراطيين ربما يعيدون العمل بالاتفاق النووي. إلى أي مدى برأيك هذا رهان في مكانه بالنسبة للإيرانيين؟ انظروا، أنا لن أعلق على السياسات الأمريكية لأننا نبعد بأكثر من سنة عن الانتخابات الرئاسية، ربما قد يصبح الأمر أكثر جلاء عندما يحين موعد الترشيح وتنصيب الرئيس بشهرين مثلا. لكن علينا أن نقول هناك أخبار تتحدث اليوم عن أن إيران أسقطت 4 أصفار من عملتها المحلية مقابل الدولار، وهناك أنباء أخرى أيضا تتحدث عن الانهيار الاقتصادي والتضخم ب40% الذي أصابها. وصندوق النقد الدولي يعرف أن إيران سينكمش اقتصادها ب6%، وهذا بطبيعة الحال قد يتغير إذا عادت إيران إلى طاولة المفاوضات وإذا تعاطت مع الأشياء المثيرة لقلق الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وفي الأيام المقبلة تعلن إيران أنها ستطلق صاروخا إلى الفضاء وقمرا اصطناعيا إلى الفضاء، وهذا بطبيعة الحال ينتهك القانون الدولي، لأنه كما تعملون يجب ألا تفعل ذلك وتطلق صواريخ باليستية وصواريخ إلى الفضاء. إيران يمكنها أن تتغير ولكنها لا تريد أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وهم يرفضون إلى الآن العودة إلى المفاوضات. لذلك هذه المشكلات التي لدى إيران هي التي جلبتها على نفسها. شكرا لك بيتر بروكس الباحث في معهد ديفيس للأمن القومي والسياسة الخارجية، كان معنا من واشنطن.